حصلت الازمه ما بيني وما بين جوزيه، وعلى فكره جت اليوم 27 رمضان، كانت ليله قدر اني مش هيمشي. انما طبعا ضحك عليا قال لهم خلاص لو انتوا عايزين يقعد امشي انا. كابتن حسن شحاته في كيمياء مختلفه على غير رغبه الجمهور كله، انت تلعب من بكره خلاص. الوحيد اللي ما تنساش عليه هو انا. قلت لهم لو فوزنا ببطوله افريقيا نعمل لكم مكافاه خاصه من عندي، ومنطقي ان الناس تيجي تتفاوض معايا. انا على شيكابالا وهو 6-7 سنين، قلت له خلي بالك شو المره الجايه هتاخد طايب. رجعنا من 2010 وقدرنا ان احنا نحقق الانجاز التاريخي اللي انا اتكلمت فيه. رجعت تاني، ولكن حصل بقى ان الاصابه بتاعتي وجات لي كمان في وقت صعب جدا جدا وفي سن يعني كبير، وكان تحدي جديد بالنسبه لي، هي اصابه الرباط الصليبي. وعلى فكره جات لي يوم 27 رمضان، كانت ليله قدر. انا فاكر لان كانت مباراه مع المنتخب وقتها، قمت حاولت اكمل بس حسيت ان رجلي يعني مش قادر ان انا اكمل، كنت عايز انزل الملعب وقتها. الاصابه كانت صعبه بالنسبه لي، وكان وقتها تحدي ان انا هلعب ولا مش هلعب، ولا هرجع تاني مش هرجع تاني. فناس كتير تخيلت ان خلاص ان انا حياتي كده او حياتي في الملعب خلاص خلصت. خلاص بنتكلم 36 سنه، وكان وقتها السنه الاخيره بالنسبه لي مع النادي الاهلي. كان المفروض ان انا قبلها كان الكابتن حسام بدري موجود وكان يحصل تجديد وكده، فبعد الاصابه تم التاجيل شويه وكده. سافرت انا والدكتور ايهاب علي المانيا على طول علشان اعمل العمليه، ولما رحت الدكتور كان وقتها الالماني شيفرهوف، والكلام ده قالوا لي بعد كده، قال بص انت بتتكلم على لعيب سنه كبير، مساله الرجوع بتاعته ممكن تاخد وقت اطول، ممكن ما يبقاش بنفس القدره بنفس الكفاءه، تمام يعني يبقى بس عامل حساب وحاطط في حساباته الكلام ده كله. عملنا العمليه، جيت فتره التاهيل، وقتها قالوا لي انت تأهل في مصر ولا في المانيا ولا كده. جات لي دعوه وقتها من قطر من اسباير، كان لسه المكان لسه مكان جديد وكده. فرجعت للنادي وكده وقالوا لي تمام احنا ما عندناش مشكله. سافرت قطر، كنت بقعد 3 اسابيع وانزل اسبوع مصر تأهيل هنا، وبعد كده سافر اقعد 3 اسابيع وانزل اسبوع مصر. قعدت حوالي 3 أو 4 شهور بالشكل ده، وكنت بتمرن على الاقل 7-8 ساعات يوميا، لدرجه ان انا كنت المكان اللي انا قاعد فيه، الاوتيل اللي انا قاعد فيه، مدير الاوتيل وقتها كان مصري، قلت له انا مش عايز ما تحوليش لاي تليفونات ولا حد يكلمني ولا الكلام ده. انا كنت واخد الموضوع، انا بنام بدري، اصحى الساعه 8 افطر، ابدا الساعه 9 أو 9:30، اتغدى في النص 12:30، واكمل لحد الساعه 4. وده كان يومي كل يوم بهذا الشكل، لان انا عايز ارجع بسرعه. انا خلي بالك انا رجعت بعد رباط الصليبي اقل من 5 شهور شويه، لان انا كان اول مباراه ليا ما كنتش كملت 6 شهور مع النادي الاهلي، مباراه رسميه كانت ضد المصري. فبعد حوالي 5 أشهر وكده رجعت ألمانيا تاني أنا والدكتور هاب علي، ورحت على الدكتور شيفرهوف وقتها عمل لي الإشعاعات، وبدأ في حاجة بتتعمل زي تيست كده بتنزل مع مدرب، بيبدأ يجريك بقى حاجات بقى اللي هو في أرض تزحلق شوية مش عشان يبدأ يشوف الثبات بتاعه كده. فأول ما رجعت هو الراجل بالنسبة له كان مفاجأة، قال لي بص أنا قلت إن أنت مش هترجع بشكل كويس، بس أنا بقول لك بعد اللي أنت تيست اللي أنت عملته والحاجات دي كلها أنت تلعب من بكرة خلاص، والمفروض إن أنا أجدد مع النادي الأهلي. ما كانش في أي أزمة خالص، ما كانش في أي مشكلة خالص. وحصل موقف كده بعض الناس اللي يمكن تدخلوا في الموضوع، فحصلت الأزمة ما بيني وما بين جوزيه، إني وقتها كان في تفاوض مع نادي الزمالك، كان باقي شهر وعادي ينتهي مع النادي الأهلي. فطبيعي إنك أنت لعيب في طبيعي الأندية تكلمك، كان كلمني النادي المصري وكلمني الزمالك تفاوضوا معايا، وأندية خليجية كانت بتتفاوض معايا. فحصل ان بعض الناس وصلوا المانويل جوزيه ان احمد حسن خلاص وماشي ورايح الزمالك، وان هو بيتفاوض مع الزمالك كده. فبدا الراجل احس ان طريقته تتغير، وان انت لا او تستنى. انا حتى اتكلمت بقى قلت هو منطقي ان الناس تيجي تتفاوض معايا، فناس كتير كانت شايفه ان لا الاختلاف على سنه والاختلاف على سنتين، رغم ان ما كانش فيه اختلاف خالص، يعني ما كانش ده الموضوع خالص. هو جوزيه بقى خلاص شاف ان لا انا مش هيكون معايا في الفريق. حصل بعض النوشات مع مجلس اداره النادي الاهلي، وبالتحديد كان خالد المرتجي وقتها، قال لي يعني انا عايز اهدي الدنيا وتقعد قاعده انت ومانويل جوزيه ويحصل نوع من الاعتذار. قلت له اعتذار على ايه؟ ما انا ما عملتش حاجه عشان اعتذر عليه، الناس بتفاوض معايا ده طبيعي يعني. فوقتها خلاص هو كان خد القرار. انما اكتر حاجه اسعدتني انك انت على غير رغبه الجمهور كله، فاكر ان اخر لقاء ليا كان لقاء المقصه في استاد القاهره، والجمهور كله الدرجه الثالثه كله، انا فاكر النداء بتاعي اني مش هيمشي. انت الجمهور كله حابب ان انت تبقى موجود، مجلس الاداره كله بالكامل حابب ان انت تكون موجود، ولكن هنا كان جوزيه وقتها صاحب القرار. وهاجل حتى كان ليه مقوله كده قال لهم خلاص لو انتوا عايزين يقعد امشي انا. ايه السبب؟ انا برضه يعني ما فيش سبب مقنع بالنسبه لي لكل اللي بيحصل ده. خلاص الموضوع انتهى، وبدات مفاوضاتي مع نادي الزمالك، لاني انا كنت بلعب في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، فما ينفعش كمان لما اروح باسم التاريخ ده
اللي بيضه يروح نادي كبير ونادي ليه قيمه ونادي ليه جماهير، فاكيد كان يبقى نادي الزمالك على طول. فحصل مفاوضات، والمفاوضات على فكره وقتها حصلت مع حسام مبين قبل ما يجي الكابتن حسن شحاته، وكان وقتها اللي متولي المفاوضات كان الدكتور اشرف صبحي، طبعا وزير الشباب والرياضه في الوقت الحالي، كان هو وقتها المدير التنفيذي للنادي الزمالك، وكان هو اللي بيتولى المفاوضات معايا. وقتها كان عندي عقد من المصري، كان قد عقد الزمالك مرتين، بس وقتها لا انا تفكير مختلف، كان عندي هدف تاني وده مهم، لان يعني طول ما انت متواجد طول ما انت بتنافس هتبقى بتحافظ على مكانك في المنتخب، لان يعني انا كنت عايز اوصل للقب عماد لاعب العالم، وقدرت من خلال نادي الزمالك ان انا اوصل للقب عماد لاعب العالم. في الوقت ده مش حسام ابراهيم وجه الكابتن حسن شحاته، وطبعا وجود الكابتن حسن شحاته بالنسبه لي يعني طبعا انا حسام ابراهيم بالنسبه لي يعني اخوات وعشرين بعض سنين طويله، انما كابتن حسن شحاته في كيمياء مختلفه. اول مباراه ليا مع نادي الزمالك حسيت هدفين، ودي برضه كانت من البدايات اللي هي الموفقه بالنسبه لي. جمهور نادي الزمالك في ناس حابه تواجدك في ناس مش حابه تواجدك، لدرجه اني من المواقف الطريفه في المباراه دي اول ما نزلت التسخين اللعيبه كلها اتنادى عليها، الوحيد اللي ما اتنداش عليه هو انا، انما انت بتجبر الناس انها تحترمك، لان انا حرست الهدف الاول بعد كده حرست الهدف الثاني وقدرنا ان احنا نكسب اللقاء ده. كابتن حسن خرجنا في الدقيقه 88 او الدقيقه 89 اخر اللقاء، فبدا ان جمهور الزمالك كله ينادي لي، فانت اجبرت الناس، اجبرت الناس بايه؟ بادائك. ومن بعدها قدرت ان انا يعني طبعا كان من اصعب اللحظات بالنسبه لي كاس مصر طبعا قدام انبي، لان كان كاس سهل جدا جدا والجمهور كله كان رايح خلاص الزمالك حاسم اللقب، حاسم اللقب، لان احنا عملنا مباريات كبيره جدا وبدا يبقى في فرقه مميزه لنادي الزمالك. للاسف خسرنا النهائي باخطاء ساذجه جدا جدا، الدوري طبعا لم يكتمل، انما قدرت الحمد لله مع نادي الزمالك ان انا احقق طبعا لقب كاس مصر. وانا موجود في نادي الزمالك زي كل نادي بيحصل بعض الازمات، بيحصل نفس بعض المشاكل وكده، وكان وقتها بعض الخلافات الكابتن حسن شحاته شويه، المنتخبات غير الانديه، فكان بيحصل بعض الازمات، كان بيحصل بعض المشاكل، ولكن زي ما قلت ان كميتي مع الكابتن حسن احنا ما بتعاملش كلاعب ومدرب، بتعامل كاخوه، بتعامل كاب، فدايما لما كان الكابتن حسن يحصل معاه مشاكل فدايما انا لما ابقى في الصوره واروح اقعد مع كابتن حسن وهديه واسنيه، لان كابتن حسن خد قرار اكتر من ان هو يمشي. في احد المرات يمكن كان خلاف مع شيكابالا، كان خلاف كبير جدا، انا على شيكابالا وهو 6 7 سنين، لان انا كنت بلعب مع اخوه كبير كان بيلعب معايا في اسوان، دايما شيكابالا حاطط الحته دي في حسبانه، يعني في احترام وتقدير كبير جدا، فدايما كنت بحاول ان دايما اقرب وجهات النظر. الظروف الصعبه كانت في نادي الزمالك وقتها مش الخلافات اللي هي الفنيه قد ما هي النادي برضه ما كانش مستقر ماليا، النادي كان فيه ازمات طول الوقت، قضايا طول الوقت، خلافات مجلس معين اللي كان موجود ما كانش مجلس منتخب، مع طبعا الغاء الدوري، مع عدم انتظام الدوري، مع المشاكل اللي كانت بتحصل، يمكن ما خلتش الواحد شويه يحقق اللي كان نفسه فيه مع نادي الزمالك. انا كنت بحب ان انا اشجع دايما اللعيبه الصغيرين، لما جيت رحت الاهلي كان في 6 لعيبه صغيرين موجودين معانا، قلت لهم لو فوزنا ببطوله افريقيا نعمل لكم مكافاه خاصه من عندي، وفعلا لما فوزنا ببطوله افريقيا عملت ليهم مكافاه خاصه. في نادي الزمالك يعني انا هحكي لك والله موقف في ماتش اهلي وزمالك، وكان احمد عبد الرؤوف بيلعب كان لسه طالع في الماتش ده، وايمن عبد العزيز وقتها كان لسه راجع وهو كان كابتن الفرقه، ايمن بدا يشد على احمد عبد الرؤوف فدخل معايا دخله جامده من كتر الشد اللي هو ضغطه فخد انذار، فبعديها بدا ايمن تاني برضه يتكلم معاه ومش عارف ايه وما تسيبوش شافه وكده، فرحت انا لافف فقلت له خلي بالك شو المايه الجايه هتاخد طايت، العب على مهلك عشان ما تطيتش. فالموضوع مش عن حاجه، بس انا دايما احساسي ان انا زي ما شفت اللعيبه الكبار زمان كانوا بيقفوا جنبنا ويساعدونا وكده، انا دايما بميل ان انت اللعيب الصغير ده محتاج المساعده، اللعيب الصغير ده محتاج ان انت ترفع معنويات، فيمكن ده السبب بس مش اكتر. كان يتبقى ليا موسم ونص مع نادي الزمالك، يعني انا كان باقي لي نص موسم وكنت جددت موسم، انما طبعا ضحك عليا وقتها اقنعوني ان انا اجي كمدير المنتخب مع كابتن شاول غريب، وقعدت فكرت في القرار كتير، ولكن لو رجع بيا الزمن استحال ان انا كنت اخد قرار زي ده تاني وان انا اسيب الملعب، لان انا كان لسه كان عندي وقت ان انا كنت اقدر ادي سنين تاني وكان عندي القدره على كده وان انا اقدر على الاقل اعدي السن ال 40 وانا بلعب، انما وقتها يعني تم اقناعي من عدد كبير من الناس اللي انا يمكن بثق فيهم، وخدت قرار هو الأسوأ في حياتي ان انا ابعد عن المستطيل. هي مجموعه تحديات في حياتك، مجموعه اهداف وطموح، حلم انت بتحلمه، بس الحلم ده محتاج تعب، محتاج جهد، محتاج صرار، محتاج ان كل ما توصل لهدف تبص على الهدف بعده تاني، كل ما
توصل لحلم من أحلامك تجدد دوافعك. فأنا كان عندي دايما تجديد الدوافع ده مهم، والأهم من كل ده إنك أنت بتنافس نفسك، ما بتنافس حد، عشان عايز تكون الأفضل، عايز تكون الأحسن، عايز تكون متواجد بشكل قوي. تتعب طول الوقت، تشتغل طول الوقت، لأن كرة القدم هي لعبة حرمان، أنت بتحرم نفسك من حاجات كتير جدا. سهل إنك أنت ممكن تعمل موسم كويس، تعمل موسمين كويسين، إنما صعب إنك أنت تحافظ على 17 18 سنة. دي محتاجة قوة وشخصية وتجديد دوافع وإرادة وعزيمة. فكل الحاجات دي كلها ملخصات لإنك أنت توصل، إنك أنت تقدر إنك أنت توصل لكل اللي أنت وصلت ليه ده.